حتى دابا لابيض سي الشيخ. اليوم الثلاثاء تصرفت ابن الولايه وسكنت الولايه بتدشين هذا الصرح اللي هو متوسطه في حي الشارقه، متوسطه تضم 15 قاعه و 15 قاعه دراسيه، مخبرين وقاعتين متخصصتين. هذا الصرح جاء ليفتح ويفك المشكل الانتظار بالنسبه الى الحي هذا. طبعا الصرح يحتاج الى عنايه ويحتاج الى ويضاف الى إضافة من لبنات الوطن بالنسبة للمدارس. طبعا اليوم أيضا يمتاز بكل المرافق، وهنا في بلدية لبيض سي الشيخ خصوصا مرافق رياضية ما شاء الله متوفرة، وهذا تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي طالما أعطى التربية عناية خاصة. وأعتقد القرارات الهامة التي وردت في مجلس الوزراء ليوم 22 كانت أغلبها تصب في فخامة التلميذ وتصب أيضا في التربية، فنشكر بهذه المناسبة السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير التربية الوطنية الذي يرافقنا كل يوم. بالنسبة إلى التربية الرياضية خصوصا هناك نشاط عام وسوف تكون هناك دورة وطنية لهذا الموضوع. هنا في هذا السرح قلت في كل مرافق من إطعام، من سكنات وظيفية، من قاعة، من الساحة الرياضية إلى آخره. هنا نشكر هنا بهذه المناسبة كل الذين ساهموا في هذا الصرح. عام سعيد وموفق، وبارك الله في الجميع، وشكرا لسرة الإعلام. نشكر سيد الوالي لأنه قام ببناء هذه المؤسسة، وإن شاء الله تحافظ عليها وتبقى كما هي لأجيال القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يوفقنا في هذه السنة الدراسية. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.